اثنين من البلطجية. شريف مصر. ما اعرفش اسم الثاني. الاثنين البلطجية دول تشابكوا مع الثوار واصابوا 9. هما كانوا 5. واصابوا 9 من الشباب الموجود في ميدان التحرير. اصابات جروح يعني قطعية بسيطة. وهم دلوقتي موجودين في الخيمة المخصصة اللي بتتجمع فيها البلطجية. وهم عندهم بعض الجروح ومعاهم دكتور بيعمل لهم بعض الاسعافات، وبعد الاسعافات بتخلص هيسلموهم. تم التحقيق معاهم؟ مفيش تحقيق. هو مش تحقيق، هم الناس حاجزينهم علشان الناس ما يضربوهمش. يعني هم محطوطين في الخيمه لسببين. السبب الاولاني هم لما دخلوا هاجموا على الناس حصل تشابك، فهو في بعض الجروح في بعض منهم، فهم بيحصل لهم كده نوع من الدكاتره معاهم بتشوف ايه لو في جروح ولا حاجه. انا عايز اعرف اهدافهم ايه وكانوا جايين ايه ومين وراهم. لا مش ما قالوش لسه، هو دلوقتي هيقولوا، لان هم لما يخرجوا هيقولوا ده هم بلطجيه بلطجي. من اللي وراهم جايين ليه؟ جايين عشان يخربوا او عشان يعملوا حاله فوضى في الميدان. دلوقتي في بيحاولوا ان هم يبعدوا عنهم الناس علشان ما حدش يضربهم، لان انت عارف لما انت تيجي تهجم على الناس خد بالك وبعدين تصيب 9 منهم، فرد الفعل انك تتضرب. فهم محطوطين في خيمه حفاظا عليهم عشان ما حدش من يضربهم او يهلك. لا الشباب مش زي النظام البلطجيه، احنا لا ما اعتقدش ان هم يتعلقوا، لان ده حاجه مخالفه يعني مش هنعمل زيهم، احنا احسن منهم. المبادئ بتاعه الشباب مش هيعلقوا، هم بيحتفظوا بيهم عشان يفهموا مين اللي وراهم، مين اللي بعدهم، وبعدين هيسلموهم. هم هياخدوهم يسلموهم، بس هم موجودين علشان في ضغط جماهيري زي ما انت شايف على الناس. الناس عايزه تاخدهم تضربهم، ومجموعه من الثوار خدتهم حطتهم في خيمه حفاظا عليهم عشان ما بقاش فيه اراقه دماء ولا يبقى فيه مشكله ولا حاجه. هو ده الهدف من وجوده. اتعرف على حضرتك. انا اسمي وجدي رزق. استاذ وجدي، شكرا. استاذ وجدي، شكرا.